دكتور حامد عبد الدين متحدث رسمي باسم وزارة الزراعة. دكتور حامد صباح الخير يا فندم. أهلا أستاذ أيمن، صباح النور. أهلا بحضرتك معانا. طيب احنا من ضمن الأخبار الإيجابية والمفرحة اللي كنا بنستمع إليها النهارده الصبح بنقرأ زيادة سعر توريد قصب السكر ل 620 جنيه للطن، وفي توقعات بأن سعر توريد القمح هيوصل ل 540 جنيه. خليني أسمع من حضرتك تفاصيل أكتر بخصوص هذا الموضوع، اتفضل. هو ان شاء الله يعني في خلال 2017 باذن الله تكون كل الاخبار ايجابيه باذن الله ومفرحه ومبشره للشعب المصري. طبعا يعني انا عاوز اؤكد لحضرتك تصريح مع الوزير بالامس بمجلس الوزراء انه سوف يتم توريد القمح بالسعر العالمي. الو، ايوه يا فندم انا بسمع حضرتك دكتور حامد، اتفضل. سوف يتم يعني تسليم او توريد القمح بالسعر العالمي الذي تشتري به هيئه السلع التموينيه من الخارج، وطبعا ده هيكون السعر المعلن خلال متوسط سعر صرف الدولار في الشهرين السابقين للتوريد. الحقيقه هذا القرار اكيد سوف يرفع سعر توريد القمح بالنسبه للارداب، ممكن يصل الى 540 جنيه او 550 جنيه. تمام. يعني معنى كده ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هيكون عندنا نهضه وهيكون عندنا زياده وارتفاع في اسعار، ودي طبعا يعني اخبار مفرحه جدا للفلاح والمزارع المصري، اكيد هتفيده واكيد هتخرجه من الازمات اللي كانت موجوده واللي كان بيمر بيها الفتره السابقه. أكيد طبعا يا أستاذة إيمان، يعني ده الحقيقة الحل دوت الحقيقة كان بيطالب به معظم الفلاحين قبل ذلك، لأن هم كانوا بيقولوا يعني إن الحكومة بتشتري القمح بسعر مرتفع وبتدعم الفلاح في الخارج، فالأولى دعم الفلاح المصري، وطبعا الحكومة استجابت وطبعا سوف يتم توريد بالسعر العالمي. ده هيكون حافز فعلا لان الفلاح يجتهد في زراعته ويتم التوسع في زراعه هذا المحصول الاستراتيجي المهم اللي هو محصول القمح. دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، بشكرك يا فندم على هذا التوضيح، شكرا جزيلا.